فيتوريا يؤكد وصوله القاهرة الثلاثاء لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم. تحية كبيرة جدا لكابتن حازم إمام. حازم إمام يستحق، وده الكلام اللي أنا طالبت بيه الحقيقة من داخل قناة النادي الأهلي. هنا طالبنا لو حضراتكم تتذكروا كيف يمكن أن يكون هناك قرار بدون اتنين زي حازم إمام ومحمد بركات؟ هل ممكن أنا كاتحاد كورة حازم إمام ومحمد بركات مش موافقين على وجود المدرب المصري، مش على الكابتن إيهاب جلال، ولكن في ذلك الوقت ما كانش عندهم أو مش موافقين على وجود المدرب المصري، وهذه من وجهة نظرهم أن المرحلة دي هذه هي المرحلة التي يجب أن يكون هناك فيها مدرب أجنبي. فأنا أستبعد قيمة كبيرة زي حازم إمام، واستبعد قيمة كبيرة زي محمد بركات رأيهم، واخد برأي آخر أو الرأي الآخر علشان أجيب الكابتن إيهاب جلال؟ أو الكابتن إيهاب جلال قعد ماتشين ولا ثلاث ماتشات، معرفش كم ماتش الحقيقة، ومشي ماتشين رسمي واحد ودي ومشي. وفي النهاية كابتن حازم إمام راح تعاقد مع فيتوريا، اسم كبير وله سي في قوي، وتعاقد لمدة 4 سنوات مع المنتخب الوطني المصري. والنهاردة الحقيقة قال أو امبارح قال أسرار كثيرة جدا مع أو على قناة أون سبورت. وبالتالي تحية كبيرة للنجم حازم إمام الحقيقة على كعضو مجلس إدارة في الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن هو قدر يختار فيتوريا واحد من المديرين الفنيين الأكفاء، ويعني في النهاية قدر أن هو يتواصل معاه وتوصل معاه الاتفاق ليكون مديرا فنيا لمنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة.